بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم، معكم إبراهيم محمود مرسي. ده الفيديو الثاني في سلسلة شاشة الدخول واسم المستخدم وكلمة السر في الأكسس قواعد البيانات الداتابيز التابع لحزمة مايكروسوفت أوفيس المكتبي. اللي كان معانا الفيديو السابق عملنا شاشة دخول وشاشة خطأ وشاشة رئيسية وربطناهم كلهم كده مع بعض بكود معين، بحيث ان انت لو كتبت كلمة السر صح يدخل معانا في الشاشة الرئيسية، لو كلمة السر خطأ يعني يطلع لي رسالة كده او فورم فيه ان انت لا تملك صلاحيات الدخول لقاعدة البيانات الحالية. كل الكلام ده يعني صممناه وانتهينا منه في الفيديو السابق. النهاردة هنربط اسم المستخدم مع كلمة المرور، تمام؟ ورفعنا الملف بتاع العمل بتاع المرة اللي فاتت على جروب ملتقى معلمي مصر على الفيسبوك. بتدخل تعمل انضمام للجروب ملتقى معلمي مصر وتعمل وتبحث في المنشورات كده او في تبويب الملفات، الملف مولود يعني عشان تستفاد منه. والنهارده هنكمل شغل، هاخد نسخه من الملف ده كده، لان طبعا بننصح دايما بان يكون عندك نسخه احتياطيه لاخر تعديل انت عملته كوبي هير. وبعد كده هغير 001 ده هخليه 002، تمام؟ لان ده الفيديو الثاني. وبرضه هرفع الملف ده ان شاء الله على نفس الجروب، جروب ملتقى معلمي مصر، ونشوف النهاردة هنعمل ايه. تعال بس نغير الاسم 002 يعني ده الجزء الثاني. انتر. تعالى ندخل للملف بتاعنا. طبعا كنا عاملين ان هو يدخل على الشاشة الرئيسية على شاشة الفورم لوجن بتاعت الدخول ويطلب مننا كلمة السر، ولكن مش هيطلب اسم المستخدم، وده اللي هنعمله في الفيديو الحالي. انا شغال على اكسس 2019، فتح الفورم بتاع لوجن، تمام؟ وهنا لو كتبت اي اسم مستخدم واي كلمة سر، طبعا لو كلمة سر صحيحة هيدخل. كتبت 1 2 لوجن، طبعا كده يطلع لي انت لا تملك صلاحية الدخول الى قاعدة البيانات، اعد المحاولة. طيب نكتب اسم مستخدم تاني، كلمة المرور صحيحة، يدخل لقاعدة البيانات. مرحبا بك في قاعدة البيانات، خلاص كده. طيب النهاردة هنعمل ايه؟ النهاردة هنربط اسم المستخدم، لازم يكون مطابق لكلمة سر، مش مطابق لها يعني نفس الحروف، لا اقصد يعني ايه، لازم تكتب اسم المستخدم وتكتب اسم كلمة المرور الاثنين، ماشي؟ يعني شرطين. اذا دور كده الاكسس في الشغل بتاعه في الاكواد بتاعته ولقى ان كلمة المرور مطابقة لكلمة المرور واسم المستخدم مطابق لاسم المستخدم يدخل، اي واحد فيهم خطأ يعني لو لم يتحقق الشرطان ما يدخلش، لازم يتحقق الشرطان. هندخل على عرض التصميم، ماشي، للصفحة اللي هي اللي معانا دي بتاعت الدخول لوجن دي، واتأكد ده اسمه ايه، ده اسمه باس تكست باسورد تكست، وده اسمه ايه، ده العنصر ده اسمه يوزر تكست. انا هكتب مثلا اسم المستخدم بتاعي، تعالى كده نضيفه هنا علشان برضو نكون متذكرينه، كنترول، تعالى نعمل اندو للخطوة اللي حصلت دي، وانا محدد الليبل ده هقول كنترول سي كنترول في، وهكتبه هنا لنفترض ان اسم المستخدم ادمن بالعربي، لا بالانجلش ادمن، وكلمة المرور 1 2 3، خلاص انا كتبته هنا عشان في الفيديو القادم ان شاء الله هنزود مستخدمين كتير وارقام سرية كتير، فيعني عشان ما يحصلش لخبطة يبقى معانا كده البيانات هنا. طبعا انت مش هتكتبهم هنا، واذا كتبتهم هتخفيهم، ما ينفعش اسيب الاسم اسم المستخدم وكلمة المرور يعني ظاهرين للناس كده، اي حد يفتح يشوفهم كده، ولكن انا بحاول بس اعرض المعلومة واوضحها. طيب احنا عرفنا ان ده اسمه يوزر تكست وده اسمه باسورد باس تكست، والمستخدم بتاعي اسمه ادمن وكلمة السر 1 2 3. هروح للوجن وهضغط على حدث في عند النقر، طبعا في حدث عند النقر عندنا، ماشي، مستخدمين الماكرو بيلدر، فهدخل للحدث عند النقر ده،
انا ضغطت على الثلاث نقاط عشان يدخل على الماكرو، يبدو ان في بطء بسيط كده. تعال نضغط عليهم تاني، ربما انا ما ضغطتش عليهم اهوت. فعلا. طيب دخلنا على الماكرو ده. الماكرو فيه دالة اف عادي، بقوله لو اف الباس تكست بتساوي 1 2 3، اعمل ايه؟ افتح الفورم الرئيسية واغلق الفورم بتاع الدخول، ولو ما حصلش الكلام ده طلع لي فورم الخطأ اللي هو افتح فورم الخطأ اوبن فورم واغلق الفورم بتاع الدخول. ماشي. انا عاوز اضيف كمان شرط، يبقى هاخد مسافة كده واكتب اند ان دي اند، واخد مسافة واقول له اليوزر اليو. اول ما كتبت يو قال لي يوزر، اهو كل الحاجات اللي بتبدأ باليو يوزر تكست، تضغط عليها كده دبل كليك بيساوي، افتح علامتي تنصيص واكتب ادمن واعمل اغلاق لعلامتين التنصيص. ايه اللي احنا عملناه ده؟ قلت له لو الباسورد بتساوي 1 2 3 واليوزر تكست اند، شرط كمان ان اليوزر تكست بتساوي ادمن، تمام؟ لو حصل الكلام ده افتح فورم الرئيسية واغلق فورم الدخول، ولو ما حصلش ايلس طبعا اف في شرط وفي فاليو اف ترو فاليو اف فولس، ايلس الفاليو اوف فولس لو ما حصلش اعمل افتح فورم الخطا واغلق فورم الكائن ده اللي هو اسمه دخول، تمام؟ تعالى نشوف كده ايه اللي حصل. نعمل حفظ واغلاق، ما تنساش حفظ واغلاق، تمام؟ تعالى نعمل حفظ واغلاق وندخل على ادوات قاعده البيانات واعمل ضغط واصلاح، لان ده بيعمل عملية يعني زي ريستارت وريفرش كده مع بعض لقاعدة البيانات ويطبق كل الأكواد ويشتغل. طبعا هنكتب هنا في اسم المستخدم مثلا أدمن، وأنا بكتب أدمن كتبتها غلط، كتبت بدل الـ N كتبت M، ماشي، وكتبت كلمة السر كلمة صحيحة 1 2 3 ولوجن. اسف انت لا تملك صلاحيه، لان الادمن اللي انا كتبته ده الادمن ده ما مكتوبه غلط، ماشي، يبقى قاعد المحاوله. طيب كتبت كلمه السر صحيحه ادمن، وكتبت كلمة ده اسم المستخدم، وكتبت كلمه السر خطا مثلا ايه 3 ايه لوجن. قال لي طبعا اسف انت لا تملك صلاحيه الدخول الى قاعده البيانات، لان طبعا كلمه السر خطا، قاعد المحاوله. طب كتبتهم الاثنين صح، وهنا 1 2 3 ولوجن، هيعمل لي دخول مرحبا بك في قاعدة البيانات. دخل إلى قاعدة البيانات، وطبعا هنا المفروض إن الفورمز والأزرار بتاعتنا البوتوم ده والكلام ده ونشتغل على طول. طيب عاوز أطلع أعمل تسجيل خروج. نقطة كمان عايزين نعرضها في الفيديو الحالي، تعالى بس موضوع الفول سكرين للشاشة ده تعالى نصغره، لأن هو طبعا واضح إن في مشكلة هنا لحد ما نشوف لها علاج إن شاء الله. يبقى من عرض التصميم هروح اضغط على النقطة اللي هي في الركن دي عشان يجيب لي خصائص النموذج، ماشي، او اختار النموذج من هنا من الكومبو بوكس ده، ارجع كده اختار النموذج، يعني خصائص النموذج في هنا عند الفتح الماكرو، اضغط على الثلاث نقاط دول، مكتوب هنا ماكسمايز ويندو، المفروض ان هو شغال، مش عارف ايه المشكلة فيه. تعالى نحذفه، ماشي، ونسيب الويندو من غير ماكسمايز ولا حاجة، عادي نشتغل عليه الفترة دي كده لحد ما نحل المشكلة دي. هنا نحذف، لو في كلمة مكتوبة هنا نحذف كده، حددها واحذف، تمام. طيب كمان فيه نقطة مهمة، معلومة مهمة، تعالى كده يعني نعرضها بسرعة كده. كلمة المرور، أنا مش عاوز لما أكتب كلمة المرور الناس كلها تشوفها اللي حواليا كده 1 2 3 وعارفين كلمة المرور بتاعتي، أنا عاوز أكتبها يعني يكون في قناع إدخال نجوم كده ستارز، بحيث إن محدش يشوف كلمة المرور بتاعتي أو تكون متغطية يعني بقناع إدخال. بنوصل لها منين دي؟ طبعا بتحدد المنطقة اللي أنت عاوز تعمل لها قناع إدخال، اللي هي كلمة المرور مش اسم المستخدم، لا كلمة المرور بأروح عليها كده وحددها خليها أكتف، وبعدين أروح على بيانات اللي هي الداتا، هتلاقي هنا في input mask اللي هي قناع الادخال، اهوت اللي هو ده قناع الادخال، بتضغط كده على الثلاث نقاط دول، تمام، فبيفتح لي النافذه ديت اللي هي فيها كل اقنعه الادخال الحاليه،
ماشي، منها الستارز اللي هي دي اول واحدة كلمة مرور، بتضغط عليها او بتحددها وتقول له ايه التالي وبعدين انها. خلاص كده، كده المفروض انها تظهر على شكل ستارز نجوم. نعمل حفظ واغلاق ونروح نشغل قاعدة البيانات مرة تانية، ضغط واصلاح قاعدة البيانات. تمام، طيب واضح طبعا ان فيه مشكلة صغيرة في الفورم بتاع الدخول. تعال ندخل له كده نشوف ايه الموضوع. عرض التصميم ربما هي حتى النقطة بتاعت ماكسمايز دي، عادي خلاص نشوف ايه المشكلة فيها، لان طبعا احنا يعني المشاكل دي بتحصل علشان نتعلم منها. يبقى عند الفتح ندخل تاني هنا، عند الفتح واضغط على الثلاث نقاط دول واختار منشئ الماكرو وموافق، لان شغالين بالماكرو طبعا. وهنا نختار من ده ماكسمايز ويندو وحفظ واغلاق، اعتقد كده ان شاء الله هيتم حل الاشكال. يعني حفظ واغلاق، تعال نفتح من هنا مفيش مشكلة، دخول، فتح لي كلمة دخول. طبعا هكتب هنا ادمن، وهنا 1 2 3. هل هتتكتب؟ هتظهر؟ لا طبعا ما ظهرتش، اتكتبت ستارز، واعمل لوجن، فهيدخل ان شاء الله مباشرة الى قاعدة البيانات الحالية. دي المعلومة الحالية للفيديو الحالي، يا رب تكون مفيدة وتم شرحها يعني ببساطة شديدة. ان شاء الله الفيديو القادم هنستخدم يوزر 1 ويوزر 2، وهنضيف اكتر من يوزر كده مع الادمن ده، ونشوف هندخل ازاي لقاعدة البيانات. الفيديو اللي بعده برضه هيكون فيه اضافات لليوزرز، امكانيات معينة لدخولهم لأماكن معينة أو فورمز معينة في قاعدة البيانات دون غيرها، أو إن الأدمن يكون له يعني صلاحية أكبر منهم. وبعد كده هنبدأ نتفرع في موضوع الصلاحيات بالترتيب، احنا ماشيين خطوة بخطوة وبدأنا من البداية تماما، وإن شاء الله مكملين مع بعض كده، وربنا ييسر الخير إن شاء الله. ادعمونا بالاشتراك في القناة، وادعمنا بمشاركة الفيديوهات، اعمل شير كتير للفيديوهات، لايك وكومنت، سيب لنا تعليق طيب. ان شاء الله الملف العمل الحالي زي ما وعدتكم هسيبه ان شاء الله في ملتقى معلمة مصر على الفيسبوك، ادخل واستفيد من الملف قدر المستطاع، وانتظرنا ان شاء الله في فيديوهات قادمة، والى لقاء قريب. كنت معكم ابراهيم محمود مرسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.